تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. مليار مبروك فوز النادي الاهلي وتكليله بفوز الدوري بالتورتايه الحلوه اللي اخذها النادي الاهلي بالكنيسه اللي بتتحط فوق التورتايه، وهي الفوز على نادي الزمالك والفوز بالاربعه. على الرغم من احتواء الحكم وعلى الرغم من تدليس الحكم واللي المفروض يلغي اصلا ضربه جزاء نادي الزمالك، لان كان في اصلا فاول قبلها لعبد المنعم من سيف الجزيري، وفي شده ايد ولطشه ايد ودفعه بالايد، ولكن مع ذلك حسبت ضربه الجزاء الوهميه. كان في دفعه خفيفه من ديانج، ولكن ديانج يعني لو كان قدرها صحيح الكره اصلا ما كانتش رايحه لزيزو، ما كانش لمسه ولا كان قرب منه، وكانوا طلعوا 4-0 ولا 5-0، لان في ضربه جزاء اصلا لحسين الشحات من مدافع نادي الزمالك. والكلام ده انا ما قلتوش، ده الكلام ده قاله كله خبراء التحكيم. طيب كل ده حلو وجميل، ولكن تطلع تلاقي الصياح وبكا وعياط ويقول لك ده النادي الاهلي اتكشف على حقيقته في الشوط الثاني. يا عم ده انت فزت بهدف، عفوا انت جبت هدف مفيش غيره يتيم من ضربة جزاء. يقول لك احنا شوطنا كور جت في العارضة، بيودينا سكة بقى السحر والشعوذة، لكن كل كرة بيشوطها النادي الاهلي بيشوطها يعني بيجيبها جول، يعني ده نسميه ايه؟ وخبط في مدحت شلبي وشتم مدحت شلبي، وبص يا مدحت يا شلبي لا اعتزل بقى احنا مش عايزينك. ده محمد رجب قال يعني قال زبد امبارح، وانا جايب لكم ملخص الكلام اللي قاله محمد رجب تعقيبا على الهزيمه. وطبعا طالعين وشهم اصفر وحالتهم حاله، وشويه شويه هيمسكوا المناديل ويمسحوا دموعهم، ولكن هم يعني حالتهم كانت نيله من الاخر. طيب مش هطول على حضراتكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف محمد رجب وفاصل من الهبد والحرقان. وطبعا برضو جاب لك في سيره النادي الاهلي في النص، قال لك النادي الاهلي فاز اتغلب 5 قبل كده وعادي، احنا ايه المشكله لما نتغلب 4؟ لا ما فيش حاجه، وبراءه الاطفال كان في عينيه وما عادوش يندبوا ويصوتوا. لا انا عايز الجماهير تلتف حوالين مرتضى منصور وتساند مرتضى، ده احنا محجوز على الحساب بتاعنا. محجوز ايه؟ هو مش اتحاد الكوره عمل لكم حساب تاني؟ محجوز ايه؟ انتوا هتستعبطوا. امال بعتوا امام عاشور ازاي؟ ولكن يعني اي استهلاك واي هري في الحماده. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف محمد رجب قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف رجب الالماني قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. قولي رقم بضيوفي النهارده في فقرتنا النهارده في زملكاوي، استاذنا الاستاذ الكبير المقدر الكبير شيخ الصحفيين استاذ محمد رجب، برحب بيك ومشرفنا ومنورنا دايما في زملكاوي. اهلا بيك يا استاذ كريم، وقلبي عندك وعند جمهور الزمالك وعند الاستاذ منصور. كلنا شاهدنا النهارده واحده اكيد، وكلنا النهارده يعني بننتظر ان القادم ان شاء الله يكون افضل باذن الله. باذن الله. لا الزميل عزيز والمقدر الكبير النهارده في اخطاء الشوط الاول، مستر اسيري ما كانش في الخطه اللي تناسب مباراه قيمه الديربي او كلاسيك الكره المصريه بين الزمالك والاهلي، في اخطاء، لكن الراجل قدر ان هو يعالج ده في الشوط الثاني لما الامور عادت لنصابها الطبيعي واللعيبه تم توظيفها بشكل طبيعي واديت المباراه حجمها الطبيعي وغير كشفت حتى المنافس، يعني كشفت المنافس اللي كسبك النهارده. احنا اللي خسرنا، يعني الاهلي النهارده ما كسبش، انت اللي خسرت النهارده. الثلاث كور بنفس طريقه التسديد من المسافات دي كلها يعني توفيق غير طبيعي، جاد لك من صبح النهارده كبير جدا. مجمل المباراه شفته ازاي والاختلاف اللي حصل او التفاوت تباين كبير بين اداء الزمالك في الشوط الاول والشوط الثاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت يا أستاذ كريم، المدرب اللي احنا عشبنا بيه وقلنا فيه يعني أجمل الكلام، مش هنيجي عشان 45 دقيقة أخطأ فيهم من بحث. مدرب يبدو إنه كان فيه تقصير في إنه ما ذاكرش الأهلي كما يجب، أول مرة يدرب يمكن في العالم العربي. أنا كنت قريت كده على البار بتاع القناة ان هو طلب من فريق المساعدين ملف عن النادي الاهلي اللي براسته، يعني الكلام ده قبل الماتش باربع خمس ايام، فطبعا اتاخر. يعني لما اثنين الطريقه في طريقها للهرب، يعني والمطلوب الصبر، لان احنا بنلعب رياضه بنفوز وبننهزم وبنتعادل كده كل حاجه. فالنادي الاهلي النهارده محظوظ يا كريم. نعم طبعا، لان انت النهارده مسدد ثلاث كور
من على منطقه الجزاء. يعني انت خط النص عندك كان منعدم في الشوط الاولاني، ايه اللي المفروض لما يبقى المنافس بيهاجمك يبقى القوس ده بتاع 18 الضغط وفات الدفاع من نص خلاص واخد بالك. ف اللي حصل في الشوط الاول ده غريب عجيب. الزمالك الحقيقي كان في الشوط الثاني امبول جابوا الزمالك ما تزعلش. فرقتك كانت بتلعب في الشوط الثاني وزي ما انت قلت يا استاذ كريم كشفت الفريق المنافس حتى الهدف الرابع يعني ايه واحد محظوظ على الزمالك يعني ما تقدرش تقول اكتر من كده يعني واخد بالك. فانت بتهاجم بكل خطوطك. نعم. في حاجات بقى مهمه من لا يجب ان نغفلها واحنا بنتكلم عن هذه المباراه بالذات. في الحصاد المر. الحصاد المر على مدار موسم كامل لازم في الاخر يبان يا اخي يعني يا استاذ ممدوح يا عباس مبسوط دلوقتي انت والفريق بتاعك اللي بيصعدوا الانتخابات على طول مبسوطين دلوقتي الحجز على النادي والحاجات اللي اتعملت. وانا لو رب بيت يا استاذ كريم كل يوم رايح المحكمه وبعدين فلوسه محجوز عليها طب الاولاد هينجحوا ازاي؟ واخد بالك ده كويس جدا ان عملوا الشوط الثاني كده كويس جدا ان اتلعب الشوط الثاني بهذا الشكل اللي عاد للزمالك كرامته لانه انت النهارده ان شاء الله مطلع منصور عامل كل حاجه واخد بالك. لكن انا النهارده يعني واحد كل يوم راح المحكمه كل يوم راح المحكمه ايه ده؟ النادي ده هيستقر ازاي؟ النادي ده هيستقر امتى؟ واخد بالك. فالحصاد المر كمان لما اللعيبه تنزل في الشوط الاول معنويا يا اخي احنا كنا بنلعب كوره وعارفين الحكم ما كناش عايزين حكم مصري. طب جبنا حكم مصري جبنا الحكم مين المصري بقى اللي لابس فانيله النادي الاهلي اللي لابس تيشيرت النادي الاهلي لو النبي صوره لو عندكم بعتوها لنا هو الراجل عشان يعني حتى احنا كلنا نشدناه يعني انسى انتمائك في المباراه دي لكن النهارده فاولات ما تتحسبش حاجات على الزمالك باللمسه تتحسب كل حاجه يعني هو شوف يمكن هو عشان مأذون فالراجل ومأذون شرعي دي مش عيب على فكره ولا حاجه يعني شريفه طبعا واي عمل شريف بنحترمه لكن يمكن احساسه انه يعني حافظ برضه حاجات من القران يعني لما شاف الكوره في الفار وحسبها الاخ تاني كان بينده له عشان يشوفها تاني عشان يزق له صوره من زاويه تانيه فضميره برضه نقح عليه في الحته دي والبنا حكم كويس ولكن انتمائه بيغلب عليه. فانا لما انزل كفريق كوره معنوياتي ابقى شايف ان الحكم اللي مرضي عنه من الاهلي خلي بالك يعني اذا كان شوبير اعلن وشوبير علاقته بلجنه الحكام معروفه عن اسم البنا قبل ما لجنه الحكام نفسها تقول مين حتى من المباراه قبل ما اتحاد الكوره يرد على نادي الزمالك في موضوع حكام الاجانب مش كده؟ خطا. اما انت تشوف هذا يعني العمليه فجه قوي فجه قوي وواضحه قوي واخد بالك. فاحنا واحد زي ما شاهين صلاح منصور بيحفر في الصخر يعني هيلحقها منين بقى ولا منين جايب لي حكم مرضي عنه من الاهلي فمش معنى محمود البنا وانا لا اطعم في محمود البنا. محمود البنا حكم ممتاز جدا ولكن انتمائه يا جماعه بيغلب عليه احنا بشر فعواطفنا بتغلب علينا برضه. فانا شايف ان الزمالك يعني بنعتذر لجمهور الزمالك طبعا لكن يعني هنعمل ايه في الحصار المفروض على المستشار مطوع منصور رئيس النادي مع حصار واخد بالك قضايا كل يوم حجز على الاموال عايز يجيب لعيبه عايز يشترك في بطوله عربيه عايز باب الكوبيد يتفتح عندك غرامه لازم تنتفع يعني مشاكل. انا كنت بسمع الاستاذ عمرو فاروق في الراديو وانا جاي نائب رئيس الاهلي يقول احنا عندنا مشاكل وعندنا حاجات بنعالجها وعندنا امال احنا نقول ايه بقى؟ طب احنا نقول ايه؟ نقفله ده انتوا من ضمن مشاكلنا ها؟ وبعدين الاعلام كله مشتت اللعيبه امام عاشور امام عاشور مين امام عاشور يعني؟ مين امام عاشور؟ ها؟ وبعدين حكام مصريين ولا اجانب كل القصص دي وضيف عليهم بقى المعلق يا اخي اعتزل بقى يعني انت فرض عارضين علينا عشان دي ليه؟ عشان يستفز جمهور الزمالك بهذا الشكل يا مدحت يا شلبي الزمالك مصري الزمالك فريق مصري لاعبته مصريين لا بقت الفاظه بتكون وكمان في مصطلحات يعني ما ينفعش ان هي تبقى ما يتقالش يعني الفاظ يعني معلش يعني مش عارف الضبط التاني كل الناس سمعت المباراه بس بقى في الفاظ ما تتقالش يعني. يا كريم لو في حد بيراجع ويهمه انه يراجع في التلفزيون يراجعوا شريط المباراه ويشوفوه قال كرباس ايه ها وهو بيذيع الماتش والناس بتسمع بودانها وفي اطفال وفي نساء قاعدين عشان بس ما تنكر شوف مجلس فنيا عند الجماهير ومباراه النسيان زي ما هو علق على المباراه الحقيقه استاذ كريم هو وصاري خلص الكلام كله نعم الراجل اعترف تحمل المسؤوليه نعم احنا اي اضافات هنقولها الجمهور النهارده ما عندوش استعداد يعني ايه يسمع كلام
وتبريرات احنا ما بنبررش. احنا بنعترف المدرب بتاعنا اهو المدير الفني بيعترف انه اخطا وانه بيتحمل المسؤوليه. وطبعا يعني برضه هو ادى محمد حاتم سكر ماتش اكبر منه بكتير جدا. محمد صبحي ما كانش موفق في، لكن عايز اقول حاجه، لازم دعم محمد صبحي بكل قوه لرياضه حارس مصر القادم ان شاء الله. وما تنسوش بقى عشان قاعدين يتكلموا على صبحي ان الشناوي شال 5 من صن داونز. بلاقي لما جه بقى من صن داونز عمله محزمه؟ لا، ده لعبه عادي جدا وكان ما فيش حاجه خالص، وبرأس الاطار في عيني كابتن مدحت شلبي. ها يعني النهارده بتقول له يا مجرم، وكان المجرم بقت صفه حلوه كريمه. ها يعني أسري لازم يدعم وبشدة. المستشار المطلع لازم يدعم وبقوة جدا من جماهير الزمالك، لأن اللي حاصل ده السنة دي نتيجة الاستقرار اللي حصل في الزمالك، والمستشار المطلع موجود فخد 2 دوري وكاس، الدنيا اتقلبت ودينا شايفين اللي بيحصل فينا. فوجود المستشار المطلع منصور هو اللي عامل الحقد والكراهية، لأن عارفين ده هيبقى موجود في الزمالك هيحصل البطولات. فان شاء الله باذن الله القادم باذن الله افضل. وانا شايف ان احنا نبتلع المراره بتاعت الشوط الاولاني فقط، اما الشوط الثاني فانا بحيي اللعيبه لانه ما قصروش. بس نفسيا بعد ما بتتاخر 3 في مباراه القمه بيبقى صح، معلش انت عندك كورتين في القائم والعرضه. وعندك سوء حظ غريب جدا، مش عايز اخش في حته ثانيه، عندك سوء حظ غريب جدا يعني كور بتشوط الناحيه الثانيه تلبس، وانت هنا كور يا في العرض يا في القائم. انفرادات تبص تلاقي خد الكوره من فوق رجل ابراهيم انضاي. حاجه عجيب في الكوره يا محمد، في الفرص النهارده الكوره الثانيه دايما مش بتاعتي، يعني الكوره المفروض حتى في يعني تجي لك حتى كوره واحده ولا اثنين تقدر تعمل فولو عليها وترجع، لكن في الناحيه الثانيه كل الكوره الثانيه بتاعتي. بالظبط كده. فاحنا نبتلع هذه المراره وننساها، وزي ما قلنا موسم للنسيان ومباراه للنسيان. ونترقب بقى ان شاء الله خطوات المستشار مصطفى منصور القادمه، لان انا واثق ان المراره اللي عندنا وعند جمهور الزمالك قدها 20 مره عند المستشار مصطفى منصور. ربنا يزود المراره في بقكم وفي حلقكم وفي عيشتكم وفي كل خطوه تخطوها يا رجب. بص رجب بيقول لك ايه؟ بيقول لك طبعا احنا هنعلق على الضحك اللي قاله، ولكن بيقول لك الحكم وانتمائه وظلمنا. طيب ما تيجي نبص على الانتماء والظلم. بص هنا ضربه جزاء صحيحه من 100%. بص ايد الواد فين، بص الواد ايده فين، ضربه الجزاء اللي اخدها نادي. بص خد بالك ان اللعبه دي فيها طرد، فيها طرد اللاعب الزمالك مدافع الزمالك، فيها طرد. كان في لطشه هنا في رجله ووقع حسين الشحات، المفروض كان الفار استدعاه. ادي بص ادي ايد اللاعب. وهنا الكرة الثانية، الهدف أو ضربة الجزاء الوهمية اللي أخدوها، اللي المفروض ديانج يعني لاعب كبير ما يعملش الغلطة دي، لأن الكرة أصلا زيزو مش هيحصلها ولا هيقرب لها، وجات له من عند ربنا الزقة والدفعة دي. الكرة دي بص الجزيري عمل فاول مع وكل خبراء التحكيم إلا جهاد جريشة اتكلم في اللعبة دي. جهاد جريشة أنا مش عارف يعني عنده قصر نظر ولا إيه. الكرة دي ماسك من إيده، ومع ذلك المفروض الفار كان يقول له تعالى ارجع، ده في مخالفه قبل تنفيذ ركله الجزاء. طيب احنا هنروح بعيد ليه؟ طيب بص هنا ادي مسك بالايد، هنا ضربه جزاء نادي الزمالك غير صحيحه عشان في قبلها فاول الجزيري عمله مع عبد المنعم، وهنا في ضربه جزاء شد بالفلينه والمفروض يطرد لفندي ده. بص سامر عثمان قال لك ايه؟ هناك ركله جزاء صحيحه لحسين الشحات لم يتم احتسابها. ركله جزاء الزمالك التي سجلها زيزو غير صحيحه بسبب وجود خطا قبلها ضد الجزيري ومسك مدافع النادي الاهلي. ده مين ده؟ سامر عثمان. طيب هنقول سامر عثمان ده مضلل وبياكل عيش. طيب ما تيجي للراجل اللي شغال عندكم بقى، اللي شغال في قناتكم، قال ايه بقى؟ اهو ادي 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 الحاله، جابها هنا وجابها هنا. ياسر عبد الرؤوف قال لك ركله جزاء لحسين الشحات الاهلي صحيحه غير محتسبه، يعني هناك ركله جزاء صحيحه غير محتسبه، ومع ذلك يطلع رجب الالماني على كريم ام حسين يقول لك ده النادي الاهلي فاز بالحكام والحكام جملتهم. طبعا هنخش في السكه الثانيه اللي هي كل كره تدخل الا كورنا بتيجي في العارضه، على الرغم ان احنا في كره جت في العارضه. لو في حق ربنا بجد في المباراه دي تتطبق، نادي الزمالك اقل حاجه يعني يتغلب 5-0، النادي الاهلي يفوز 5-0 على نادي الزمالك. ولكن هنعمل ايه في الاحتواء؟
يعني لما يبقى الزمالك مغلوب كتير تبص تلاقي الحكام وفاولات عكسيه. ده انا لو جبت لكم الفاولات ده في فاول كان عند حدود ال 18 عند نادي الزمالك او قبل ال 18 بشويه، بيرسي تاو اتزق من الواد عبد الغني تقريبا، وبعدها بثلاث ثواني حسب فاول على النادي الاهلي. ده هو اصلا تاو اللي ده تاو بيلعب كوره مستحوذ على الكوره، ما بيستخدمش ايديه ولا رجليه، ومع ذلك اتزق وما اتحسبش. يعني حالات تحكيميه فجه ضد النادي الاهلي ويجي يقول لك عنده انتماء. ده لو في حكم اجنبي وفي فار، يعني حكم اجنبي على الفار، والله العظيم الزمالك كان زمانه خالي وفاق. عشان ما انت فرحان ان انت لعبت الشوط الثاني، المحصله ايه؟ جبت هدف بالاحتواء، جبت هدف ظلم، جبت هدف ملوش اي علاقه بضربات الجزاء علشان كان في مخالفه قبل منه. ما تروحش في اي مكان، لسه الفيديو بتاعنا مكمل. احيانا تحس ان في ناس كده نازله لك بالباراشوت من اماكن مختلفه من انحاء العالم، واحد عايش في كوكب مريخ، واحد عايش في كوكب بلوتو، تبص تلاقيه نازل فوق دماغك كده بالباراشوت. يا عم الراجل اللي بتقوله ده، هو احنا هي القناه اللي كانت بتذاع الماتش دي مشفره؟ احنا ما شفناش اللي حصل، ما شفناش احتواء الحكم لنادي الزمالك، نفس الاحتواء ونفس الاسلوب، اي لمسه لنادي الزمالك يصفر فاول، اي فاول لنادي الاهلي لا مشي اللعب وعديها. لا ما توصلش لكده. هم هجموك في القناه عندهم قبل المباراه بيوم، بس مش معنى كده ان انت تديهم احتواء بالغباء ده. ده ما اسموش احتواء، ده اسمه احتواء بغباء. ويقول لك مدحت شلبي قال، مدحت شلبي عاد. انا على الفكره يعني انا ما كنتش بتفرج على القناه اللي فيها مدحت شلبي بشكل، لان انا ما بحبش تعليقه، ومع ذلك مدحت شلبي ده بيأدي شغله، بيأدي عمله. اما بخصوص الاخراج، لا ده المخرج كان اللي اسمه عظيمه الزملكاوي، ده متعمد الاخفاء الحقيقه، حاجات يعني في منتهى الاهميه ما يعيدهاش. الكوره يقعد يعيد في التسلل وخلاص هي باينه انها تسلل، تبص تلاقي هدف النادي الاهلي جه، حاجه في منتهى السوء وفي منتهى يعني التحيز لنادي الزمالك. ومع ذلك يطلع رجب الالماني يقول لك ده الحكم، ده المخرج، ده مش عارف ايه، ويبعدك يعني بشكل كبير عن الحدث الاهم. خلي المستشار يفرح بيكم، طبلوا المستشار، قولوا اللعيبه مش عارف ايه، قولوا ان اوسيريو نجح وعمل ورايح يتخانق مع مش عارف مع ياسر ابراهيم، ورايح يتخانق مع عبد المنعم مش عارف عمل يعني في ايه الراجل ده؟ يعني خد من مرتضى منصور، مرتضى قال له افتعل اي خناقه واي ازمه علشان نطلع نتكلم فيها ونغض البصر عن المصيبه والكارثه اللي حصلت في القناه ولكن في الماتش. لكن اللي انا عايز اقوله ان انا قبل كده قلت لكم هتشوفوا اعلام الزمالك هيوصل نادي الزمالك لفين. طول ما انت مش حاطط في دماغك غير النادي الاهلي، طول النادي الاهلي بيفوز بالحكام، النادي الاهلي مش عارف، ادينا زعناكم اربعه مع الرقفه وفي ضربه جزاء او انت اخذتوها. وانا جبت لكم الحالات التحكيميه دلوقتي من ضمنهم واحد من قناه نادي الزمالك وشغال في قناه نادي الزمالك، حتى امبارح جابها بالصوت والصوره مع طارق يحيى، وطارق يحيى يقول له يا كابتن ما فيهاش حاجه، يقول له لا اهي واهي، لغايه ما اقتنع وسكت خالص. طول ما اعلام الزمالك واعلام البليله بهذا الشكل، عمر ما نادي الزمالك هيتقدم سنتي. بعد ما كانوا بيقولوا احنا عندنا افضل لعيبه وافضل مش عارف ايه ومش محتاجين صفقات ومش محتاجين مش عارف ايه، والزمالك من غير امام عاشور حقق بطولات، الزمالك من غير طارق حامد حقق بطولات، من غير ساسي، من غير بن شرقي، من غير مش عارف، طالع كريم محسن وهنجيب لها فيديو يعني كمان شويه، طالع يقول لا ده احنا محتاجين لاعب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشرة عشان تدعيم نادي الزمالك، يقول الشيء وعكسه، الشيء ونقيده، النهارده برايي بكره برايي. اهم حاجه السكريبت اللي جاي لهم يقولوه، حتى لو شتموا نفسهم وشتموا يعني اعز ما يعني اعز ما ليهم، لو شتموهم لا ما دام ارى اللي في السكريبت خلاص. مبسوطين يا زملكاويه، افرحوا برئيسكم، افرحوا باعلامكم، مزيدا من الالم والحسره عشان تعرفوا مين اللي بيشتغل وربنا بيديله، ومين اللي بيطبل ويهلل وربنا بيديله فوق دماغه. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.